السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، إن شاء الله النهاردة هنشتغل السكشن الثالث لمادة Introduction to MATLAB، أولى علوم طبيعية. بإذن الله الكونتنت اللي هنتكلم فيه، هنتكلم عن ال variables، إزاي بنسميها، هنتكلم عن arithmetic expressions، إزاي بنكتب expression رياضي أو معادلة رياضية في الماتلاب. هنتكلم عن ال rule of precedence أو rule of priority، قواعد الأولوية، وبعد كده هنشوف exercises بتاعتنا. طيب، مبدئيا ازاي اعرف variable في البروجرامنج بتاعي؟ احنا قلنا السكشن اللي فات ان انا بحب اعرف متغير مفهوم، بس تعريف المتغير ايه هو؟ ان انا لما اقول له x بتساوي 2، فده معني ان انا حجزت مكان من الميموري بتاعتي سميته x حطيت جواه 2. طب هل انا ما ينفعش اسمي متغير في البروجرامنج لانجويج غير x؟ لا طبعا، انا اقدر اسمي اي متغير انا عايزاه، بس لازم يبقى عندي شروط معينه. اول حاجه ان المتغير بتاعي لازم يبدا بليتر، سواء كان الليتر ده كابيتال او سمول. يعني انا المتغير بتاعي ممكن يكون مكون من الحروف ايه تو زد كابيتال او سمول، ممكن يبقى جواه ديجيت من الزيرو للناين، بشرط ان هو ما يبقاش بادئ بديجيت. ممكن يكون جواه سبيشال كاركتر زي الاندر سكور، ممكن ان هو يبقى جواه زي ما قلنا اندر سكور، لكن ما يبداش باندر سكور. طيب، اللي هو السبيشال كاركتر. طيب، كمان حاجه كمان ان هو ما ينفعش يتعدى ال 63 كاركتر، ما ينفعش يبقى اكتر من 63 حرف. تاني حاجه، السبيشال كاركتر الوحيد المتاح عندنا نستخدمه في تعريف الفاريبل هو الاندر سكور، غير كده يعني اي سبيشال كاركتر تاني اند دولار ساين علامه تعجب علامة 100%، كل دول special characters ما ينفعش استخدمهم لما احب اعرف متغير. وما ينفعش كمان احط space وانا بعرف المتغير. يعني مثلا لو انا عايزة اكتب مثلا faculty of science واديها واعملها على انها في متغير، ما ينفعش اقول faculty space science. ليه؟ لان انا كده سبت مسافة ما بين الفاكولتي والساينس. طب اعمل ايه لو انا مش عايزة اخلي الكلمتين نازقين في بعض؟ هكتب فاكولتي underscore science. تمام؟ طيب، في حاجة عندنا مهمة جدا، حاجة اسمها الكيس سنسيتيف. الماتلاب يا شباب لغة كيس سنسيتيف. يعني ايه كيس سنسيتيف؟ يعني انا لو بدأت المتغير بتاعي سميته مثلا area، فانا بدأ الاريا بايه كابتل، وجيت بعد كده وانا بكمل البروجرام بتاعي بتعامل معاه وبكتبه على ان هو اريا ايه سمول، هو دلوقتي الكمبيوتر مش هيبقى فاهم ان اريا الاي كابيتال هي الاريا ايه سمول. ليه؟ هو بالنسبه له رغم ان هما يحملوا نفس المعنى وهو المساحه، لا، هو بالنسبه له اريا فور اي كابيتال دي فاريبل، واريا فور اي سمول ده فاريبل، وده معناه ان الاريا ان هو فاهم ان ده فاريبل وان ده فاريبل، فانا ما ينفعش استعمل الاثنين على ان هم فاريبل واحد. فانت لما تبدا تكتب الكود بتاعك، بدات مثلا اللي عرفت متغير مثلا بداته بايه كابيتال او بايه سمول، يبقى تكمل الكود بتاعك او تكمل البروجرام بتاعك بنفس الطريقه اللي انت مسميه بيها. بداته بايه كابيتال، بدات الفاريبل بتاعك بايه كابيتال، تكمله في البروجرام كله بايه كابيتال. بداته بايه سمول او بداته باي حرف سمول، تكمله بايه سمول. تاني حاجه، ما ينفعش ان انا استخدم الريزيرفد ووردز لما احب اعرف متغير. يعني ايه الريزيرفد ووردز يا شباب؟ الريزيرفد ووردز هي الكلمات المحجوزه في الماتلاب بروجرام عندي. يعني كاني كده عندي دولاب في الماتلاب بتاعي او درج، الدرج ده جواه مجموعه من الكلمات المحجوزه اللي ما ينفعش استخدمها على انها فاريبل. بمعنى ان انا ما ينفعش مثلا استخدم كلمه اف. كلمه اف دي بعد كده ان شاء الله هناخدها. كلمه اف دي حاجه اسمها ريزيرفد وورد، كلمه محجوزه. يعني ما ينفعش اروح اقول اف بيساوي 2، كده انا بستخدم الكلمه المحجوزه اللي هو الماتلاب مخزنها في الدرج بتاعه، وهيقول لي ساعتها لا انت ما ينفعش تسمي متغير بالاسم ده. طب لو حبينا نشوف اكسرسايز على الكلام ده، تعالوا نشوف كده مع بعض. الدكتور عايزك تعرف ايه الفاليد وايه النوت فاليد في تعريف المسمي الاسامي الفاريبل دول. ينفع اقول ار 2 دي 2؟ طيب، نرجع كده نمسك واحدة واحدة نشوف الرولز بتاعتنا. أول حاجة،
بادئ بليتر؟ ايوه بادئ بليتر مفيش مشكله. هل في اي سبيس او سبيشال كاركتر؟ لا. طب هل هو عدى 63 كاركتر؟ لا. يبقى انا كده عندي اللي فاريبل تسميته ده كده ايه، فاليد ولا نوت فاليد؟ لا فاليد. طيب تمام. لما اقول بقى الاكزامبل اللي بعده 5XR، طيب نرجع نشوف الرولز بتاعتنا، هل هو بيبدأ بلتر؟ لا والله ما بيبدأش بلتر. يبقى هنا كده عندي ايه، عندي ده ايه نوت فاليد عشان بادئ بايه بنمبر، رغم ان النمبر عندنا متاح ان انا استخدمه، بس بشرط ما استخدمهوش في بداية تعريف المتغير، استخدمه في النص وانا بعرف المتغير ايه. طب هل اف ينفع استخدمها على انها فاريبل؟ يعني ينفع اقول اف بتساوي 2؟ لا، احنا قلنا الاف دي مالها ريزيرفد وورد، كلمه محجوزه ما ينفعش استخدمها، يبقى ايه دي نوت فاليد. طب هل ينفع اقول احمد 4؟ هل في مشكله نقول كده القواعد مع بعض؟ احمد ستارت ويز ليتر، تمام بيبدا بحرف. هل في سبيس؟ لا ما عنديش سبيس. هل عدى 63؟ لا. هل دي كلمه ريزيرفد وورد؟ لا، يبقى انا دي ايه فاليد عندي وما فيش مشكله. طب الفاريبل اللي بعده، هل ينفع اقول اكس زائد ار دي واستخدمها على انها فاريبل؟ لا والله ما ينفعش، لان ايه، لان انا عندي في النص سبيشال كاركتر وهو الزائد، وانا احنا قلنا السبيشال كاركتر الوحيده المتاحه بالنسبه لنا ان احنا نستخدمها هي ايه، هي الاندر سكور. طيب يبقى دي مالها نوت فاليد. طب نيجي نبص كده، الدكتور هنا طالب منك تشوف ايه الغلط اللي في الستيتمنت دي بتاعت الماتليب. طيب هل انا ينفع اقول اكس زائد 2 بتساوي اكس؟ احنا قلنا الاول ايه، احنا قلنا ان انا لما هقول اكس، ناخد كده مثال على جنب، لو قلت اكس بتساوي 2 ده معناه ايه، رحت حجزت مكان في الذاكره بتاعت المومي سميته اكس وحطيت جواه 2، فانا اول حاجه بقوم جايه كاتبه له المتغير اللي انا عايزه ايه، عايزه اخزن جواه قيمه العمليه اللي هتحصل، وبعدين هقول له ايه بيساوي ايه، بيساوي اكس زائد 2. يبقى انا المفروض ايه، ابدا الاول اعرف المتغير بتاعي اكتبه من الشمال، وبعدين اقول له قيمته بتساوي كذا، يعني يكتب ازاي، يكتب بالمنظر الفلاني، اقول له اكس بتساوي اكس زائد 2. طيب الجمله اللي بعديها فارنهايت سبيس تمب ايكوال الاكسبريشن ده، احنا لسه قايلين ان انا ما ينفعش يبقى عندي سبيس وانا بعرف فاريبل بتاعي. طيب نفرض انا مش حابب الكلمتين يبقوا لازقين في بعض، اعمل ايه؟ الحاجه الوحيده السبيشال كاركتر الوحيد اللي اقدر استخدمه هو الايه، هو الاندر سكور. يبقى انا ممكن اكتبها كده فهرنهايت اندر سكور تم ايكوال 9 في سي، ونكمل اكسبريشن الرياضيه بتاعنا عادي. طب هل ينفع اقول 2 بتساوي اكس؟ لا طبعا ما ينفعش اقول ان 2 بتساوي اكس، لان احنا قلنا قبل كده ان انا الاول بكتب المتغير بتاعي وبقول له يساوي واشوف القيمه اللي انا عايزه احطها جوه المتغير بتاعي، لكن ما ينفعش طبعا ابدا بالايه بالقيمه. لو بدات بالقيمه طب انا هحطها في انهي متغير؟ ما هو الكمبيوتر كده مش هيفهم، لما اقول له 2 بتساوي اكس، طب الاتنين ده انت عايز تحطها في ايه، هو مش هيفهم ان هو المفروض يرجع ياخدها من ورا، هو ماشي بالشمال عادي، فهيبدا الاول ياخد الاكس بيساوي ايه، بتساوي 2. طيب نيجي بعد كده لطريقه كتابه الارثمتيك اكسبريشنز. احنا طبعا عندنا لو فرضنا مثلا اول مثال ده اللي هو الجذر التربيعي، هل انا عندي على الكيبورد بتاعي في جذر تربيعي اقدر اكتبه بالمنظر ده؟ لا طبعا ما عنديش جذر تربيعي. طب انا هقدر اكتب الجذر التربيعي ازاي في الماتلاب بروجرامنج؟ بكتبه بالمنظر ده، بكتبه اس كيو ار تي، فبقول بي بتساوي اس كيو ار تي. ولو سمحتوا شباب لما نفتح قوس الفانكشن نقفله في نفس الوقت ونرجع نكتب جوه الاكسبريشن بتاعنا، اي فانكشن متخزنه جوه الماتلاب بتاعتي بتتكتب الاكسبريشن بتاعها جوه ايه، جوه الاقواس الدائريه دي. احنا عندنا طبعا في الكتاب بتاعنا تيبل كبير فيه مجموعه الايه الفانكشنز اللي انا بستخدمها لما بحب اكتب ارثمتيك اكسبريشنز. طيب نيجي نشوف المثال اللي بعده، لما بقول له زد بتساوي لين، لين بتتكتب ازاي في البروجرامنج لانجويج؟ بتتكتب لوج، وافتح القوس بتاع الفانكشن بتاعتي واجي اكتب جواه الاكسبريشن اللي انا عايز اكتبه. طبعا قلنا المره فاتت ان انا لما احب اكتب سي اكس ما ينفعش اكتبها بالاكس العاديه، بكتبها بالايه، بالستور، فانا بقول له سي ستور اكس زائد 2 ستور واي.
طبعا لازم ما ننساش ان احنا نكتب الستار، لان انا لو كتبت له سي اكس هو الكمبيوتر مش هيفهم ايه سي اكس دي، لازم افهمه سي ضرب اكس. طب بضرب ازاي؟ في الماتلاب او في البروجرامنج لانجوج بضرب بالستار زائد ان ستار واي. تمام، لو جينا بصينا على اخر مثال كده يا شباب، هقول جي بتساوي بي اس 3/2. طبعا احنا كان عندنا كده طريقة واحنا بنكتب لو انا عندي اس فيه كسور او اس بطريقة معينة، طب اس الجذر ده بكتبه ازاي؟ بكتبه عادي بي هات، افتح الجذر الاس بيتكتب ازاي شباب؟ بيتكتب هات، اللي هي علامة التمانية الصغيرة دي، بي هات 3/2 زائد، وحاجة اكتب الاكسبريشن ده. طب الجذر الخامس ده هكتبه ازاي؟ هل انا عندي ينفع اقول استخدم الفانكشن اللي اسمها اس كيو ار تي؟ لا، او السكورت؟ لا، ما ينفعش استخدم الفانكشن دي، كنا بنعمل ليها كده حيله. هنقول ايه؟ الجذر اس 5 ده، الجذر الخامس ده هيتكتب اس 1/5. فانا هقول ايه؟ هفتح قوس كده بتاع الدائري وهقول له ايه في البي على السي اس 1/ايه؟ اس 1/5. عندنا بقيه الاكسرسايز دي لو سمحتوا عايزين نكتبها وتبعوا تهيلي عشان اشوفها ان شاء الله. تمام، نكمل. بعد كده عندنا حاجه اسمها رول اوف بريسيدنس او رول اوف بريوريتي او قواعد الاولويه. طبعا احنا في الحساب في الـ في الـ في الماثيماتكس يعني مش بنحسب كده الاكسبريشنز بطريقه هباء، يعني لينا رولز وحاجات لازم نبدأ بيها الأول ونشوف نمشي بيها ازاي. أول حاجة عندنا لو عندي في الإكسبريشن بتاعي علامة أقواس، ببدأ بالأقواس، يليها الهيت اللي هي الباور، يليها الضرب والاسم، يليها الجمع والطرح. طب فرضا ان انا يا شباب عندي وانا بكتب الإكسبريشن بتاعي او بحسب الإكسبريشن بتاعي لقيت ان انا عندي مثلا ضرب واسمه في نفس اللاين، طب انا هعمل ايه ساعتها؟ همشي كاني بقرا حاجه انجليش، هبدا بالضرب، لو هو الضرب الاول فانا هحسب الضرب، لو هو الاسم الاول فانا هحسب الاسم. يبقى الحاجه ليها نفس الاولويه او ليها نفس البريوريتي بتتحسب في اللاين بتاريخ ببدايتها في اللاين بتاعي من الشمال. طيب ناخد كده مثال، لما لو شفنا المثال دوت هحسب اول حاجه ايه؟ الحاجه اللي في الاقواس. طب انا القوس اللي هحسبه الاول اللي هو 2/3 ولا 4/3؟ لا، هحسب الاول 2/3 عشان ده اول قوس جه من ناحيه الشمال، يبقى 2/3 بكام؟ ب6. 2 هات 6 على 4/7. المفروض بعد كده هحسب ايه؟ هل هحسب الباور ولا علامه الاسم ولا هحسب الاقواس ولا هحسب علامه الجمع؟ هحسب علامه الجمع اللي جوه ايه؟ اللي جوه الاقواس، فهتبقى بكام؟ 2 أس 6/7. طيب دلوقتي مين الأولوية لي الأول؟ الأس ولا على؟ لا، الأولوية طبعا الأس، فاحسب 2 أس 6/64/7 وطلع الريزلت بتاعتي. طيب حابين كده نشوف المثال اللي فوقيه. 2 أس 2/3/4/3. هنحسب اول حاجه هنا ايه؟ هل هنا عندي اقواس؟ لا، ما عنديش اقواس، يبقى انا هحسب اول حاجه ايه؟ الباور. يبقى 2 أس 2 بكام؟ ب4، يبقى بقت 4 في 3 على 4/3. طب مين هيتحسب الاول، الضرب ولا الاسم ولا الزائد؟ لا طبعا الضرب عشان هي اللي جايه الاول، يبقى 4 في 3 كلنا عارفين ان هي ب 12، 12 على 4/3. طب هحسب الاسم ولا الجمع؟ لا طبعا هحسب الاسم الاول، يبقى 12 على 4 فيها كام؟ فيها 3. وبعدين نجمع 3، اخر ستيب عندنا نجمع 3 زائد 3. يبقى نركز مع بعض كويس ان انا عندي قواعد لحساب الارثمتيك اوبريشنز. اول حاجه ببدا لو في اقواس عندي بحسبها، يليها الضرب والاسم، يليها اول حاجه عندنا الاقواس، يليها الباور، يليها الضرب والاسم، يليها الجمع والطرح. عذرا على الحته دي بس لخبطت فيها. طيب لو احنا عندنا بقى مثال زي ده، الدكتور عايزك تشوف الاوتبوت بعد كمية الاكسبريشنز الرياضية اللي حصلت. اول حاجة هقول ان الـ A بتساوي 0. ايه بتساوي 0؟ قلنا قبل كده في السكشنز اللي فات ان هي معناها ايه؟ ان انا عندي مكان في الميموري بتاعتي سميته A وحطيت جواه ايه؟
زيرو، حجزت مكان من الميموري بتاعتي وسميته ايه وحطيت جواه زيرو. طب اللي بعديها الاي بتساوي واحد، حجزت مكان من الميموري بتاعتي وسميته اي وحطيت جواه واحد. اللي بعديها الاكس بتساوي زيرو، حجزت مكان من الميموري بتاعتي وسميته اكس وحطيت جواه زيرو. طيب نيجي للاكسبريشنز اللي هي هيبقى فيها حسابات شوية. لما اقوله الاي بتساوي ايه زائد واحد، طب ده معناه ايه؟ اجمع لي القيمة اللي جوه ايه على القيمة اللي جوه اي وحط لي الناتج فين وحط لي الناتج في ايه. طب الاي اصلا بكام؟ الاي بزيرو. طب الاي بكام؟ الاي بواحد. يبقى زيرو زائد واحد بكام؟ بواحد. طيب لما هقول له الاكس بتساوي اكس زائد اي على الاي، يبقى ده معناه ايه؟ اقسم لي الاي على الاي واجمع لي الناتج على الاكس وحط لي الناتج في اكس. طب الاي على الاتنين فيها على الاي فيها كام؟ واحد. على الواحد فيها الواحد زائد الاكس بزيرو، يبقى الناتج عندي بكام؟ بواحد. طب اللاين اللي بعديه الاي بتساوي اي زائد اي، طب الاي بقت بكام؟ بقت بواحد. والاي بقت بكام؟ الاي برضو بقت بواحد. يبقى انا بقى عندي اي زائد اي بقت باتنين، وحط لي الناتج في ايه اللي هي بقت ايه؟ باتنين. يبقى ناخد بالنا كده الايه فضلت تتقلب في القيم اللي بتقصين ليها او القيم اللي بتاخدها. اول مره كانت بصفر، بعد كده فضلت بصفر، بعد كده فضلت بصفر، بعد كده بقت بواحد، بعد كده بقت باتنين، وهكذا. تمام. طيب البرنامج اللي بعده هو ان احنا ازاي نكتب بقى برنامج كده. الدكتور طالب منك ان انت تعمل برنامج تحسب فيه المعادلة الرياضية دي، علما بان الاي بتساوي واحد والبي بتساوي ستة والسي بتساوي اتنين. وقلنا قبل كده شباب ان احنا لما نحب نحسب معادلة رياضية او عامة نحسب اي برنامج لازم نسأل نفسنا كام سؤال، ثلاث اسئلة. ايه الانبوت بتاعي؟ ايه البروسس اللي انا هعملها؟ ايه الاوتبوت بتاعي؟ الانبوت بتاعي هنا الايه؟ الاي والبي والسي، وهو الدكتور محدد لك قيمه. طب ايه البروسيس بتاعتي؟ العمليه الرياضيه اللي انا هحسبها دي. طب ايه الاوتبوت بتاعي؟ الاوتبوت بتاعي هو الاكس. طيب لو حبينا نكتب الكلام ده بقى على الماتلاب هنكتب الكلام ده ازاي؟ تعالوا نكتبه مع بعض واحده واحده. فتحنا اول ماتلاب بتاعنا وقلنا ان احنا اهم حاجه نرجع كده، نرجع بسرعه. اهم حاجه في الماتلاب بتاعنا نعرف الاربع اماكن بتوعنا دول. اول حاجه كرنت فولدر، وده بيبقى شايف الفولدر اللي انا الفولدر بتاع الماتلاب. وبعدين عندي الورك سبيس، ودي اللي بيتخزن اللي بيتكتب فيها الفاريبل بتاعي والقيمه اللي اخدها. كوماند هيستوري، ودي اللي بيتكتب فيها الهيستوري بتاعت الكوماندز اللي انا كتبتها. اي كوماند كتبته هنا في الكوماند ويندو، ودي طبعا دي اهم كوماند عندنا، بيرجع يبان فين؟ يبان هنا في الكوماند هيستوري. طيب رجعنا سألنا نفسنا ايه الانبوت وايه الاوتبوت وايه البروسيس. طيب بداية بس الخط صغير جدا، لو حبينا نكبره هنروح ندوس على الريفرنس دي واختار فونت من هنا واختار الفونت اللي يريحني. سبعة صغير اي، انا ممكن اختار 14 وهقول له ابلاي. اوكي الخط كبره شوية عندنا. اول حاجة هقول له هدخل له قيمة الانبوت بتاعنا اللي هو الاي والبي والسي. الاي بكام؟ الاي بتساوي واحد. وادوس ايه؟ وادوس انتر. ايه اللي حصل؟ رجع قال لك خلاص انت بقى عندك ايه بتساوي واحد، وكتب لي الفاريبل بتاعه في الورك سبيس، وكتب لي كمان الكوماند اللي انا كتبته في الايه في الكوماند هيستوري بتاعي. طب لما هرجع وادخل قيمه البي كمان، بي بتساوي 6، دوس انتر، رجع خزن لي في الورك سبيس بي بيساوي 6. السي بتساوي 2، دوس انتر، فبقى عندي سي بتساوي 2. يعني بس اكبر لكم الشاشه شويه عشان تشوفوا. تمام. فأي كوماند انا كتبته هنا بيتخزن قيمته هنا، لو كان في كوماند المفروض تتخزن، وبتتكتب هنا ككوماند هيستوري الكوماندز اللي انا كتبتها. طيب هو انا اصلا انا اللي بكتب الكوماند وعارفه ان الاي بتساوي بي، فانا ايه لازمه ان انا ارجع اشوف الريزلت من الكوماند اللي انا عملته؟ ممكن اكتب الاول سي ال سي عشان اشيل الكوماند اللي انا كتبتها دي، لو انا مش محتاجه اشوف الريزلت. يعني انا لما بقول له ايه بيساوي 2 هو بيرجع يقول لي خلاص انا عملت لك ان الاي بتساوي 1 مثلا. انا مش محتاجه اشوف الخطوه دي. اعمل ايه لما هقول له؟ خلينا بس نشيل الاول الفاريبلز اللي اتعرفت هنا.
خلاص انا كده ما بقاش عندي متغيرات هو عارفها. ممكن برضو هندوس كلير كده عشان افضي الورك اللي هو كمان ده هيستوري بتاعتي، هقول له يس. طيب لما اجي اقول له هنا مثلا هقول له ايه بتساوي واحد، هل انا محتاجه اشوف الناتج من العمل من اللاين ده؟ لا انا مش محتاجه، فهعمل سيمي كولون وادوس انتر. هنيجي نشوف في ورك سبيس ايه اللي حصل، خلاني فعلا متغير اسمه عمل حجز لي مكان في المي سماها ايه وحط جوه واحد. طيب البي بتساوي 6 سيمي كولون، برضو رجع عرف لي البي ان هي بستة في الورك سبيس. السي بتساوي 2 سيمي كولون انتر. طيب دلوقتي احنا دخلنا الانبوت بتاعتنا، يبقى انا المفروض اعمل ايه بقى في الخطوه الجايه؟ احسب الايه الاوتبوت بتاعي اللي هو مين الاوتبوت بتاعي اللي هو الاكس. طيب هعمله اول حاجه هكتب المتغير، اسم المتغير بتاعي اكس، اكس هتساوي وهفتح هكتب طبعا الاكسبريشن ده على ايه هو على، بس هبدا اول حاجه اكتب الاكسبريشن اللي فوق في قوس. وناخد بالنا شباب ان انا لما باجي بكتب لو هفتح قوس يا ريت اقفله في نفس الوقت وارجع اكتب جواه، عشان ممكن بعد كده لما بكتب برنامج كبير فانا ممكن ابقى بكتب وافتح القوس وانسى اقفله وابقى عندي بقى ايرور موجود في الكود عندي وانا مش عارفه الايرور ده جاي منين. تمام، فانا هكتب ايه، هكتب الجواه بقى الاكسبريشن بتاعي، فهرجع اكتب جواه الاكسبريشن بتاعي هقول له سالب بي زائد. طيب هنا بقى عندي جذر تربيعي، الجذر التربيعي قلنا بيتكتب ازاي، هقول اس كيو ار تي، دي فانكشن يبقى ليها اقواس، يبقى زي ما فتحت القوس هقفل القوس وارجع اكتب جواه ايه جواه الاكسبريشن بتاعي، يبقى انا ما اتلخبطش. القوس اللي بره ده بتاع القوس بتاع الترم الاول الترم اللي فوق كله، هرجع اكتب كده جواه بقى قيمه الاس كيو ار تي، هقول ايه بي هات تعالى من الثمانية الصغيرة 2 ناقص 4 في A في السي. هل ينفع اكتب 4 A C على طول؟ لا، لازم افهم الكمبيوتر ان انت بتضرب 4 في الـ A في الـ C. طيب الاكسبريشن ده كله على مين؟ على افتح برضو قوسين للاكسبريشن اللي تحت 2 في ال A. هل انا محتاجة اشوف الناتج بتاع الخطوة دي؟ ايوة انا محتاجة اشوفه، هقوم جاية عاملة ايه عاملة سبيس كده عاملة قصدي سيمي، لا ايوة انا محتاجة اشوفه فهعمل ايه، هل ينفع احط السيمي كولون؟ لو انا دوست السيمي كولون هو حسب لي الاكس فعلا وحط لي الناتج فين، حط لي الناتج في الورك سبيس، بس انا عايزة اشوفه بقى الكوماند ويندو ممكن اعمل ايه. طب لو انا كتبت لاين وعايز ارجع اكتبه تاني اعمل ايه؟ بدوس كده سهم فوق هلاقيه رجع كتب لي الايه الكوماند اللي انا كنت كاتباه على طول، وبرده لو قعدت اقلب فوق هيرجع يجيب لي كل الكوماند اللي انا كتبتها فوق، ولو نزلت تحت بالسهم اللي تحت هيرجع برده يجيب لي الايه الكوماند الايه اللي انا كتبته. طيب هل انا محتاجه اشوف الانبوت ولا الاوتبوت ولا مش محتاجه اشوفه؟ لا انا فعلا محتاجه اشوفه، يبقى انا هشيل علامه الايه العلى علامة قصدي السيمي كولون وادوس ايه انتر، هيرجع يقول لي ان الاكس بتاعتي بقت بالقيمة الفلانية. وبكده انا عملت برنامج اخد انبوت حسب لي الاكس بكام وطلعي الاوتبوت بتاعي ان هو الاكس بتساوي كام، بتساوي القيمة اللي قدامنا دي. تمام يا شباب، من فضلكم الاسئلة اللي احنا سبناها ما حلناهاش بعد اذنكم تتحل، وان شاء الله تسلموها لي السكشن الجاي، وأشوفكم إن شاء الله السكشن الجاي على خير. شكراً.